بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم صيام الزوجة قضاء بدون إذن زوجها وحكم من جامعها في نهار رمضان. بالنسبة لي المرأة الأصل أنها لا تصوم في غير رمضان إلا بإذن زوجها الحاضر، يعني إذا كان الزوج مسافر لا إشكال في هذا الأمر، لكن إذا كان الزوج حاضرا فإنها لا تصوم في غير رمضان إلا بإذنه. رمضان لا يحتاج إذن الزوج، وذلك لأن الفرض من الله تبارك وتعالى، لكن غير رمضان لا بد من إذن الزوج. لكن إذن الزوج ليس شرطا في الصحة، بمعنى لو صامت فصيامها صحيح. نفرق بين شروط الصحة وبين الواجبات، فليس كل واجب شرطا في الصحة. إذن هذا الأمر بأنها نعم تستأذن زوجها، لكن تستأذن زوجها الحاضر الواعي. أما بالنسبة للمرأة إذا صامت ليس عليها شيء ويعتبر صيامها صحيح ولو لم يأذن الزوج. ومن كان قد أتى أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي صيام 60 يوما، ومن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. إذن هذا بالنسبة لرمضان. أما غير رمضان فإنه لا يعامل كما يعامل رمضان، وإنما يقضى هذا اليوم فحسب.